السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الصحه لاباس؟ اش تتعودوا؟ انا جيت اليوم كما وعدتكم بهذاك الجو دو اورانج ولا الليمون، هو اللي قلت لكم هذيك المره غندير لكم به اون اوتر غوسيت ولا لا غوسيت واحده اخرى. ها هو هنا عندي شويه ديال الشوكولات وشويه الزبده، وهنا الماء سخون، وهنا الروز مطحون ومغربل اللي عندي هنا. غير انا بغيت نوريكم كيفاش درت ليه. ها هو عندي شويه هو والزيت ديال لوز لويل داموند. فوالا غادي ندير ليه هكذا، شوفوني. اي فوالا عندي الماء سخون هنا، راني طحنت هذا واف واعر بزاف هذا الروز ملي تنخلطو. انا ها هو وريت لكم كيفاش ندير ليه. هو راه تيجي بحال الاستيك. هو درت ليه هكذا، واخا تشوفوا هكذا غادي نديرو هنا هو وهاد الشوكولات والزبدة. اتنسيون راه الزبدة مزيان بزاف الجو، اوبس الستريس، مزيان بزاف الجو نطن مع الشوكولات. ها هو ندير ليهم هكذا الشوكولات الماء سخون تيدوب. انا غنقول لكم غادي ندي هذا بهذا الماشين، نديرو في هذا الماشين ونطحنو وغادي نجي معكم تتسلط. هلا البنات انا جايه. ها هذاك الرز اللي قلت لكم اللي طحنت، ها هو الرز والشوكولات نوار والزيت ديال اللوز والعصير ديال الليمون اللي هو اورانج والزبده. ها هو فيهم شي شويه ديال الحبوبات ديال الرز. الرز عندكم الى خلطوه بالماء سخون ما يكونش ليكم فيه، راه ما غاديش يذوب، راه واعر واعر. هذا دابا انا اللي زدت حيت بغيت نوري لكم، راني غادي نزيد نخلطو بزاف بزاف كومو سابيل، نديرو عاوتاني في لاماشين باش يولي ليا بحال هكا اونكيد بحال الماء. وغادي ندير هاد الغوسيت لو جو وليمان العنق ديالكم وكلشي تيحيد. غنقول لكم راه مزيان بزاف 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 جرو، حيت علاش كاينه الشوكولات والزبدة مزيانة، وهذا الرز أنا اللي زدت فيه هو اللوز زيت ديال اللوز مزيانة بزاف. ولكن كما تنقولو ديما ما غاديش ديرو واحد المرة جوج المرات صافي أو هذا ما دار ليا والو، اللي أنا تنهضر مع اللي فيه الحبوب واللي فيه الكلف. شحال من وحدة تتبع على الغوسيتات ديالي وتا تقول لي شكرا، شحال من وحده اللي تتقول ليك والو ما دارت ليا والو حيت هي زربانه وتديرها بخي صافي. قالت لك لا خص، كاينين العيالات اللي في حالي نيت اللي تيبغيو الحاجه تكون دغيا عندنا حتى 4 شهور بهذيك الحاجه ملا ما درت والو وتنقلبوا على واحد اخرى. انا اكثريه تندير لا غوسيتات ديالي بوحدي وتنجربوا ديال الناس، الا كانت مزيانه تاع الناس تنديرها لكم. ولكن راه حتى انا وحده منكم اللي تتبغي دغيا دغيا الحاجه دار، ولكن لا ماشي هكذاك. ونقول لكم في سطحكم تهلايا فروسكم، لا حتى الولاد اللي فيهم الكلف ولا العيالات ولا الولاد ولا الرجال ولا العيالات. رانا حيت شفت واحد الولد
ديال جارتي، فيه هذاك الحبوب وفيه الكلف وكل شيء، وصغير عنده 16 عام ما فرحانش هذاك الولد وبغى يبكي بغى كل شيء. الو انا سييت باش نعاونو شويه، ولكن اللي ديميناجيني هو وماما ما عطلاش، عرفت واش ما عنديش نوفيل ديالهم. نقول لكم بصحتكم بسلامه. تال هذاك الفيديو اخر ديال البطاطا اللي قلت لكم.